الله يمسيكم بالخير. هذا في واحد رايح حلال، شرطت عليه زوجته اول ما تزوج انه اول ما يجي من الحلال يتروش بعدها يدخل البيت. يقول استمر على الحال هذا انه يتروش وبعدها يدخل البيت حول 6 شهور. بعد 6 شهور صار يهمل، صار يدخل ريحته من الحلال وكذا. يقول قالت له زوجته مره مرتين الرجال ما نفع معه، راحت بيت اهلها دق عليها يا بنت الحلال تعالي وكذا، قالت لا. يقول يوم من الايام جاء عندها قال شوفي ابي اوريك شيء، اركبي معي بوريك حاجه. قالت هم تودي؟ قال اركبي معي شوف عندي لك مفاجاه. ركبت معه وداها عند الغنم. قالت ايش في، احنا نقول له لازم تروش وذا ويوديها عند الغنم. قال شفتي الحلال اللي هنا الشبك ذا؟ قال الشبك هذا لك، اعطاك يالله هذا الشبك لك هذا كله. قال ذا لي، يقول لك حول 50 راس. قال هذا لك، هذا حلالك، بغيت تبيع منه بغيتي انك تربين على كيفك. يقول صارت، يقول كل ما جاء بيروح للغنم قالت بيروح معك. يقول صارت تروح معه وتشوف حلالها وتبيع منها. يقول صارت تشوف يقول دخل صار يجيها من الغنم، صار يجيها فلوس. يقول صار كل ما يروح وهم تروح قال بروح للغنم، قالت بروح معك. صار يروحون يجون مع بعض ريحتهم غنم، رايحين للغنم ويجون من الغنم للبيت. يقول سبحان الله، يقول وين اللي أول مشاكل وليش لازم تجي معي، لجي تجي البيت لازم تروش. سبحان الله يوم ذاك الفلوس ذاك صارت تروح معه وتجي للغنم. سبحان الله، وهذه قصتنا انتهت. إن شاء الله نالت على إعجاب الجميع، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله.